يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن نقول في قوله سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونحوها من الآيات، نقول إن العمل الصالح هو السبب لنيل رحمة الله جل وعلا؟ نقول إن المراد العمل الصالح، نعم هو السبب لنيل رحمة الله وليس هو العوض. نعم. يقول وبهذا يتبين أن دخول الجنة إنما هو برحمة الله سبحانه. إيه نعم، هذا هو الحق. نعم.